لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي، إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي. وسرت بقلب المستهام ركابهم، تعلو به جبلا وتهبط وادي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا، وما فيها سوى الأوتاد. يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار قد ذكرتني بعراصك القفرة، عراص بني النبي الهادي. لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد، قد كاتبوه بني الشقاء أقدم، فليس سواك نعرف من إمام هادي. لكنهم مذ جاءهم غدروا بي واستقبلوه في غبن
وصعادي تبا لهم من أمتين لم يحفظوا عهد النبي بآل الأمجاد ماذا فعلوا فيهم قد شتكتم بين مقهور قد شتتم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاه كل صباح وكل مسيح ينفقد لي ولا شتتهم بالفيافي وما يقاون بلد خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد بس حرم ويتام مدوشين من عظم الأمصار بعض راحوا هكذا هم أهل البيت مشردون نفوا عن عقر دارهم في كل مكان نعم رجالهم ونساؤهم في شرق الأرض وغربها أويلي أويلي بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون والذين البر أما وللوطن ما يرجعوا والقضوا بالسم غيله يا خلق ما ينحصوا والذين ذبحوا تضل أجسادهم فوق التراب بعد ايش عندك يا زهراء قالت بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبروك بعض حصلوا لهم موارا وبعض ما حصلوا وقبوا كم جسد بالطف عاري وراسه بخط يدوه كم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شبه نعم لكن كل المصائب تهون عند الزهراء إلا مصيبتها في ولدها الحسين وكأني بهايا أنا لا تسألون إلى الرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت واعظم علي لين عناعي على عسل لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا عن إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال ستدفن أنه قال ستصبح قوم مأوى لشيعتنا أو قال إن لنا حرما يسمى قوم وستدفن فيه
بضعة مني وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة، ألا فمن زارها وجبت له الجنة. هذا الحديث عن إمامنا الصادق سلام الله عليه. أنا أخذت هالمقطع وإلا هو في البداية يقول إن لله حرما هو مكة ولرسول الله حرم وهو المدينة ولأمير المؤمنين حرم وهو الكوفة ولنا حرم وهو قم وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة ألا ومن زارها وجبت له الجنة. فاطمة المعصومة سلام الله عليها، هذه المرأة الجليلة صاحبة الكرامات والمناقب. فاطمة المعصومة كما هو معروف بين المؤرخين ولدت صلوات الله وسلامه عليها في سنة 173 للهجرة، لأنك قول أنها ولدت في غير هذا، يعني بعضهم يقول أنها ولدت في يعني في وقت مقارب إلى شهادة أبيها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. طبعا القول متروك، مو ذاك القول الناهض، القول اللي عليه المعول هو هذا. في سنة 173 للهجرة ولدت فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وتوفيت في سنة 201 للهجرة، وعلى هذا الأساس يكون عمرها الشريف 28 سنة. طبعا هذا عمر قصير، وفاطمة سلام الله عليها هي البنت أو الأخت الخليصة باصطلاحنا الإمام الرضا، يعني أمها هي أم الإمام الرضا سلام الله عليه، أم الإمام الرضا نفسها اللي هي تكتم أو في بعض تسمى نجمة أو أروى أو سكن إلى آخره، بس أشهر أسماها تكتم أو نجمة. من هنا إحنا نعرف في الواقع مكانة فاطمة المعصومة سلام الله عليه. فاطمة المعصومة أول ما يواجهنا في حياتها اسمها المبارك، اسمها فاطمة، وإحنا نعرف طبعا شغف وولع أهل البيت وتعلقهم بهذا الاسم المبارك الذي هو اسم سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولذلك تشوف الأئمة يمكن قلما بل قد ما تحصل من رزق يعني بنات أن ما عند بنت اسمها فاطمة، بل يسمون أكثر من واحد بفاطمة، يعني الشخص الواحد يسمي فرضا فاطمة الصغرى، فاطمة الوسطى، فاطمة الكبرى، كله طبعا هذا تيمنا وتبركا باسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا طبعا الاسم اسم إلهي، هذا اختاره الباري عز وجل لفاطمة الزهراء. وإحنا من خلال الحديث الشريف عن إمامنا الصادق الذي قرأنا نعرف أن لهذه المرأة مكانة عالية، منزلة أو لها الشأن في الواقع، يعلم من يجي يخبر عنها إمامنا الصادق قبل ولادتها، قبل ولادتها بسنين، يعني ما حتى ذاك الوقت كان يعرف، يخبر بأنها ستولد واسمها فاطمة، يعني كأن اسمها مختار لها من قبل، يعني يمكن احنا ما نجانب الصواب إذا قلنا بأن اسمها أيضا مختار لها من قبل الله عز وجل. إلا إما سلام الله عليهم صحيح
في بعض أولادهم بناتهم يختارون الأسماء، بس إذا كان هنا شوف الإمام سلام الله عليه يذكر اسمها من قبل أن تولد. على أي حال سنقول هذا لعله يعني إشارة إلى أنه مختار منه، بس حتى على فرض أنه لم يختار من قبل البارئ عز وجل فهو طبعا اسم من أهم الأسماء ومن أبرك الأسماء، اسم فاطمة. فاطمة المعصومة سلام الله عليها لقبت بأكثر من لقب، لقبت بالمعصومة كما نعرف. والمعصومة هنا طبعا احنا شوف من المسلم به عندنا كل الشيعة أن المعصومين عددهم ينحصر في 14 إنسان فقط، بس دول يسموهم المعصومين بالعصمة الكبرى. النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار، علي سلام الله عليه، وفاطمة الزهراء، وأبنائهم المعصومين الأئمة الأحد عشر بعد الإمام علي، هذول معصومين بالعصمة الكبرى، يعني ذولا لا يخطئون لا يذنبون لا كذا لا ينسون لا يسهون بالعصمة الكبرى. بس أكو غيرهم يمكن أن نسمي معصوم، ولكن هذا معصوم يسمونه بالعصمة الصغرى مو بالعصمة الكبرى كما يذهب إلى ذلك العلماءنا. علماءنا يقولون هناك معصومين غير الأربعة عشر بس مو مثل مرتبتهم في العصمة. شون احنا عندنا الإيمان درجات، مراتب الإيمان درجات، ها؟ الإيمان ترضى الآن أنت مثلا إيمانك أنت أعظم من إيماني، إيمان ذاك فرضا أعلى، إيماننا احنا قد يكون مثلا أنزل من إيمان سلمان أو عمار، فهي مراتب الإيمان. كذلك العصمة هنا، العصمة عندنا مرتبتين، عصمة كبرى وعصمة صغرى. العصمة الكبرى هي مختصة بالأربعة عشر معصوم، أما العصمة الصغرى هذا في الواقع نالها أكثر من واحد من أهل البيت، ومؤداها ومعناها أن هذا أيضا على درجة عالية من التزكية ومن التقوى ومن القرب من الله عز وجل ومن المنزل الرفيع منه، بحيث هذا ما يذنب ولا يسوي شيء بل يمكن ما يترك حتى مستحب. صحيح أنه مثلا مو مثل المعصوم بالعصمة الكبرى قد يخطئ، بس قد يكون في حياته ما أخطأ بس قد يخطئ، يعني احنا شنو لا نقول أنه لا يخطئ مثل الإمام المعصوم، لا قد يخطئ قد يجانب الصواب مثلا في أمور حياتية في كذا، بس هاي تلاقيه لا ما أذنب وما هم بذنب ولا وصل إلى درجة عالية من هنا، وصل إلى درجة عالية من هنا، لكن قد يخطئ قد ينسى مثلا غير الإمام المعصوم، هذا المعصوم بالعصمة الصغرى. وفي أكثر من واحد العلماء يقولون أن هؤلاء معصومين بالعصمة الصغرى من ناحية شنو؟ من ناحية التقصير في الأوامر والنواهي الإلهية، يعني ما تركوا واجب بل قد يكون حتى مستحب ما تركه، ولم يأتوا بمحرم إطلاقا بل حتى مكروه ما أتوه، إنما قلت لك قد يكون يخطئون أو يغفلون مثلا أو ينسون، وهذا فرقهم عن الإمام المعصوم. يذكروا من هؤلاء مثلا أبو الفضل العباس سلام الله عليه، سيدتنا زينب سلام الله عليها، علي الأكبر يذكرون، وكذلك فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى بن جعفر، هذا أيضا معصومة بالعصمة الصغرى. فاطمة هذا من ألقابها، ومن ألقابها أنها كريمة أهل البيت، كريمة أهل البيت لأنها ما كانت ترد أحدا في حاجته إذا قصدها وهي في قبرها، يعني قبرها في الواقع مكان لقضاء الحوائج والاستجابة الدعوات. أنا أذكر السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه، معروف آية من الآيات العظام سنين طبعا في قم، ومن الله عز وجل علينا بأنه نصلي وراء أكثر، كنا ذاك الوقت كان يصلي هو في الحرم على طول، فكنا نصلي وراء، يؤثر عن أنه إذا جاءه أحد وطلب منه حاجة سيدنا ادعو لنا كذا ريدك تدعاء خاصة،
يقول دائما يقول لي روح اطلب هذا حاجتك من السيدة المعصومة يشرع. يقول روح لهذا هذه إلى السيدة إلى كريمة أهل البيت تقضى حاجتك إن شاء الله. دائما كان يدل يعني يدل الناس ويرشدهم إلى التوسل بفاطمة المعصومة وطلب الحوائج من عندها. فاطمة المعصومة سلام الله عليها. طبعا مو غريب على فاطمة وهي الأبوة طبعا أبوها إمام معصوم معروف هذا ما في نقاش. وحتى الأم يعني الأم لأن أمها كما ذكرنا هي أم الإمام الرضا. إحنا نعرف ترى بالبداء إخواني أن ما من امرأة تكون أما لإمام معصوم إلا وتكون في الفضل والمنزل والمكان ذات شأن رفيع ما في شك. لأن هذه يعني هذا يكون وعاء طاهر من تحمل يعني في بطنها إماما معصوم زاكي طاهر مطهر فبلا شك هي أيضا تكون على منزل عالية. ولذلك تشوف اقرا عن حياة الأئمة وأمهاتهم جواري كنا أكثرهم كل جاء أمهات أولاد بعضهم يعني جواري كنا إمام الرضا سلام الله عليه جاري اشتراه الإمام قام سلام الله عليه حتى أم يعني الأئمة بعد كلهم هذول يعتبرون جواري كلهم جواري أم الإمام الرضا أم الإمام الجواد أم الإمام حتى أم الإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن كنا على درجة من يعني شوف هذا أم الإمام الرضا يتكتم أو نجمة هذه كان يحدث عنها أنها كانت غاية في الإيمان والتقوى غاية في العبادة وهذا شيء طبيعي طبعا شيء طبيعي جدا لأن من تكون أما لإمام معصوم لحجة الله على خلقه لا بد أن تكون على هذه المنزلة لا بد أن تكون حتى لو كانت جارية مشترات حتى لو تكون جارية مشترات. فهذه أمها في الواقع من أزكى الأمهات ومن أطهرهن ولذلك صارت فاطمة سلام الله عليها فاطمة المعصومة أيضا من أعاظم النساء كانت في التقوى وفي الإيمان وفي الالتزام بأحكام الله بل أكثر من هذا كانت عالمة كانت عالمة. يذكرون في تاريخ حياتها الشريفة أن إجوا جماعة من خارج المدينة طبعا ولد في المدينة من خارج المدينة كعادتهم جايين عندهم مسائل يريدون يسألون الإمام الكاظم سلام الله عليه عادة الشيعة عدا ما حصلوا منهم فطر الإمام الرضا وقت اللي جاء وما كان الإمام الكاظم موجود الإمام الرضا كانوا طالعين مو داخل المدينة خارج المدينة فظلوا اغتموا يعني يرجعون أنه ما حصل جوابات المسائل شلون كذا. فاطمة المعصومة سلام الله عليها قالت لهم ناولوني ما عندكم من مسائل جيبوها. فأخذت مسائلهم وأجابت عليها كلها كل المسائل أجابت عليها وأعطتهم هم هذول هم أخذوها ورجعوا هم راجعين بالطريق التقوا يا الإمام راجع يعني مطالعين من المدينة الإمام راجع للمدينة الإمام الكاظم سلام الله عليه فوقفوا يا طبيعي سلموا عليه كذا وسألهم الإمام وين جايين كذا قالوا القصة احنا جينا قصدناك عندنا مسائل كذا ما كنت موجود هم الإمام رضا ما كان موجود ابنك ما كان موجود وبعدين احنا بناتك أجابت عليه قال خل أشوف الأجوبة هذه أخذ اللي عندهم ونظر في الأجوبة وإذا بها كلها كما لو هو أجاب عليها. ولهذا قال صحيح بالرواية قال فداها أبوها تماما كما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء فداها أبوها يعني كانت على منزل عالية من العلم فاطمة المعصومة سلام الله عليها. فاطمة المعصومة أيضا من عظمتها أنها تكنى بأخت الرضا. يمكن تتسأل تقول تتساءل إن الكنية عاد تقول ما بأب أو بأم كما هو معروف عند اللغويين تصدر بأب أو بأم أب فلان أو أم فلان مثلا
أبو محمد أبو علي كذا يقول هاي الكنية أو مثلا أم فلان أو أم علي شلون؟ لا بعض يذهب إلى أن حتى ابن قد لما يكن الإنسان بابن فلان طبعا الكنية مشعرة بنوع من ماذا؟ بنوع من الاحترام نوع من المنزلة دائما وذاك في عندنا شوف الإسلام إنه ينبه وأنت إذا كان أخوك قدامك تكنيه وإذا كان وراك تسمي المهم فتشعر نوع بالاحترام نوع بال يعني بالمنزلة والأبو فلان أنت يا أبو فلان إذا خاصة قدامك هاي فيه نوع من الرفعة له المنزلة كذلك ابن لما نقول ابن فلان ها مثلا ابن رسول الله ها ابن علي ها الحسين ابن فاطمة ليش هذا طبعا فيها نوع من المنزل لمن تذكر أنه ابن شخص معروف عند الناس مثلا بمنزلته العالية بمكانته فهي تشعرك أيضا نوع فإذا يلحقون أيضا الكنية يلحقون بأب وأم يلحقون بها ابن أيضا يقول هذا أيضا نوع من الكنية وكذلك تشعر بالاحترام والمنزلة ابن فاطمة ابن رسول الله لك شوف احنا يكثر دائما هذا الكلام أو هذا التعبير عن كثير من أولاد النبي وأولاد فاطمة سلام الله عليها يقول الحسين ابن فاطمة أو مثلا حسين ابن رسول الله ودائما كانوا يخاطبون الأئمة بهذا يا ابن رسول الله كذلك الأخ إذا كان يذكر الأخ والأخ ذا منزلة أيضا هذا يشعر بنوع من الاحترام والمكان لهذا الشخص نقول مثلا هذا أخ فلان ها؟ الإمام علي سلام الله عليه يفخر بأنه أخ رسول الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي فهنا نفس الشيء لما نقول مثلا هذه أخت الرضا أو شوف أحيانا مثلا لما يتحدثون عن بعض أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا أخ الحسين مثلا محمد ابن الحنفية أحيانا عبرون عنه هذا منه هذا أخ الحسنين ليشعر نوع من المنزلة إليه لما ينسبون إلى يربطون بالحسنين سلام الله عليه باعتبار لهما ما لهما من المكانة فيذكر أنه هذا أخ الحسين مثلا فكذلك فاطمة سلام الله فاطمة أيضا تكنى منها أخت الرضا أخت الرضا تشعر بأن هذه المرأة على درجة على مكانة عالية لما يعني ربط اسمها باسم الإمام المعصوم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فاطمة المعصومة سلام الله عليها طبعا هي لما كانت في بيت أبيها الإمام الكاظم ورأت بأم عينيها ما جرى على أبيها الإمام الكاظم خصوصا لما هاجم الجلودي بأمر من الرشيد بيت الإمام الكاظم كانت هي مع بقية النساء والبنات الإمام هناك وروعنا بس أكثر اللي أثر في أكثر شيء لما خرج عنها أخوها الإمام الرضا الإمام الرضا سلام الله عليه حتى هم يقولون المؤرخين بأن فاطمة المعصومة كانت علاقتها حميمية قوية جدا بأخيها الإمام الرضا خليصها أولا من أمها وأبيها وكانت تحبه حبا كثيرا من بين كل إخوتها ومتعلقة بكثير شلون يعني علاقة زينب بالإمام الحسين سلام الله عليه تماما كانت فاطمة المعصومة متعلقة بأخيها الإمام الرضا فلذا لما أرسل المأمون إلى الإمام الرضا وأشخص من هناك إلى خراسان فهي بعد ظلت في حالة يعني حالة ما يقولون حالة مأساوية يعني حالة من الحزن اعتراها حالة من الحزن ومن الألم ومن على أخيها الإمام الرضا الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا من ناحيته وطبعا لما أشخصه المأمون راح لي واحدة ما حد راح وياه بس بعدين لما هنا فقط إلا ويا بعض من غلمانه يعني يخدموني بالطريق ولا كل أهل ونساء هناك ظلوا بعدين ومن راح هناك
وحاول المأمون أن يعني يلزمه بولاية العهد كذا، فهو بعدين طلب من المأمون أن يجي تلتحق بعائلة اللي هناك اللي في المدينة. فالمأمون سمح له على كل حال، أرسل من أول ما وصل أرسل الإمام سلام الله عليه إلى أخته، بالذات إلى أخته، يقول جاب رسالة إلى أخته المعصومة خصيص، قلت لك لعلاقته الوطيدة بها، جاب رسالة لأخته فاطمة المعصومة، وكأنه استطلب منها الالتحاق به كذا. بس احنا ما ندري بالضبط عن يعني فحوى هذه الرسالة او ما اشتملت عليه الرسالة، بس يبدو من خلال تصرف فاطمة المعصومة ان هذه الرسالة حركت فاطمة المعصومة بشكل سريع كي تلتحق بأخيها. سوى شنو نذكر إلى فيها؟ هل مثلا قال لي أنه إذا ما تسرعين الجين ما راح تلحقين علي فرضان، إذا ما جبع ما راح أشوفش كذا، يعني قد يكون شيء من هالقبيل. ما تنص المؤرخين على مؤدى الرسالة، لكن ينصون على أنه مجرد أن استلمت فاطمة المعصومة هذه الرسالة من أخيها الرضا عزمت على الرحيل مباشرة، ما قر لها قرار. وبالفعل تهيأت وخرج معها خمسة من إخوتها، خمسة خرجوا وياها، طبعا إضافة إلى من معهم من بعض الغلمان مثلا، بعض الخدم كذا، بعض الجوار عساس اللي يخدموهم بالطريق، وبعض من أولادهم ذي الأخوة الخمسة أولادهم وياهم، يعني خلنا نقول قافلة خرجت، يعني مو واحد ولا اثنين. وخرجت فاطمة المعصومة سلام الله عليها من المدينة متجهة إلى وين؟ متجهة إلى مرو إلى خراسان، قاصدة أخاها الإمام الرضا. ولأنها وقلت لك هذه الرسالة في الواقع كأن حركت فاطمة الصومة، يعني ذاكر لها الإمام شيء بحيث أعجلها على الرحيل، فلهذا كانت المؤرخين يقولون لما خرجت القافلة كانت تجد السير بشكل سريع لا تتوقف، فكأنها تريد أن تلحق بأخيها قبل أن يفرق بينهما الموت. وما كانت القافلة تقف إلا للضرورة، وقت صلاة مثلا، وقت أكل، وقت راحة الشغل، وبعد ذلك تواصل المسير. فكان سيرهم حثيث سريع. وتعرف فاطمة سلام الله عليها امرأة وهي هم كانت ذات بدن ضعيف فاطمة، وهذا السير السريع وعلى سابقا خو على إبل، مو مثل سيارة الآن وراحة على إبل، هذا يؤثر بلا شك، يؤثر على الراكب إذا كان السير سريع. فكأن فاطمة سلام الله عليها تأثرت من سرعة السير فمرضت بأبي وأمي، مرضت هي، وصلت ذاك الوقت إلى وين؟ إلى ساوة، شافت روحها بعد كلش يعني تعب عليها أن تواصل، تريد تريح شيء، فسألت وين إحنا وصلنا كذا، قال ساوة، وين تبعد عن؟ قالوا هاي قريبة من قم، قرابة 10 فراسخ. فقالت خلنا نروح إلى قم الآن، نذهب إلى قم، هي قاصدة طبعا تروح إلى مرو هناك إلى خراسان، بس لأن هي الآن تعبت وكأنها مرضت، فقال خلنا نروح لقوم هنا مدينة قريبة وكذا، وهناك طبعا موجود شيعة كثيرين. وبالفعل ذهبت إلى قوم هي ومن معها، اتجهت إلى قوم، سمع بها أهل قوم أنها جاي قاصدة مدينتهم، وأهل قوم ذاك الوقت متشيعين أشعريين، فخرجوا لاستقبالها، استقبلوها وعلى رأسهم موسى بن خزرج الأشعري، هو ذاك كان تقريبا زعيم القميين في ذاك الوقت، موسى بن خزرج الأشعري الأشعريين اللي في قوم، واستقبلوها، أخذها موسى بن خزرج موسى الأشعري وأسكنها في داره، كان عنده دار وسيعة وفيها بستان وكذا، اعتبار هو زعيم القميين هناك، فأسكنها هناك، أفرد لها يعني دار وأسكنها هي ومن معها. بس يبدو أن فاطمة المعصومة سلام الله عليها هناك بعد ازدادت علتها،
كأنه أخذ بها الشوق إلى ملاقات أخيها الإمام الرضا، وخافت أن لا تلحق به المريضة، فلذلك من هالتفكير وازدادت علتها أكثر إلى أن بقيت طريحة الفراش سلام الله عليها. هي ترى وصلت هناك، يعني في وصلت إلى قم، إلى قم وصلت تقريبا في حدود أواخر يعني ربيع الثاني، أواخر ربيع الثاني تقريبا، ومكثت هناك مدة قصيرة، يعني يمكن وصلت هناك 23 ربيع الثاني، وصلت ربيع الثاني نعم 23 ربيع الثاني، وظلت هناك فقط 17 يوم، بحيث هالسبعتاشر يوم هذه ازدادت بها العلة، ما جاء يوم العاشر إلا وهي قد رحلت إلى ربها. ظلت فاطمة سلام الله عليها هناك، تتصور فاطمة الآن بعيدة عن أخيها الإمام الرضا، وتفكر كيف تلتقي معه، وخايفة الآن ما تشوفه وهي مريضة. هذا اللي بعد ازداد من علتها. دائما إذا صار واحد عنده علاقة ويا شيخ مشتاق إلى رؤيته وحس أنه قد ما يصل إليه، يتأثر كثير نفسيا، فهذا مما زاد في علتها سلام الله عليها. وبقيت هناك مريضة على فراش المرض، وتفكر كيف أنها تلتقي أو لا تلتقي مع أخيها الإمام الرضا. إلى أن حان آجركم الله مثل هذا اليوم، يوم العاشر من هذا الشهر، يوم العاشر، وإذا بفاطمة المعصومة تبقى على فراش الموت، وهي إذ ذاك تتوق إلى رؤية أخي الإمام الرضا، ولكنها لما رأت حالها قد ألم بها المرض، ازدادت علة وتفكيرا. أجركم الله، أحست بدنو أجلها، أوصت من معها بأن يبلغوا سلامها إلى أخي الإمام الرضا. بقيت إلى أن نزل بها الموت وفارقت الحياة. أيوة مصيبتها، وماتت غريبة في قلبها حسرة على لقاء أخيها. هي شوف يعني فاطمة سلام الله عليها مشتاقة لأخيها، مع أنها لم تسمع عنه أنه قد أوذي أو أنه مثلا قد ضرب أو ما شابه ذلك، ولكن حملها الشوق على لقائه. أويلي أويلي، ماتت بحسرتها قبل ما وصلت الطوس، ولا تلاقوا غير في جنة الفردوس. قالت اش حالك؟ قال زال الضر والبوس. قالت حمدت اللي جمعني اليوم وياك، هذا حال المعصومة التي ماتت شوقا إلى أخيها. إذن ما حال أخت الحسين الذي نظرت إلى جثة على الرمضاء قد فصل عنه راسه، تريد أن تصل إليه ومنع الأعداء من الوصول إلى جسده، ومرت عليه وهي على تلك الناقة. بعد تعرف الآن زينب أنها ستفارق أخاها دون أن تراه ثانية، ولهذا لما مرت عليه رأته على تلك الرمضة أرادت أن تلقي بنفسها على جسده. قال لا زين العابدين، عم ارحمي ضعف بدني،
ودع يا خاكي وانت على ظهر الناقة، حين توجد بطرفها إلى جسد أبي عبد الله، قالت له أخي أخي أبا عبد الله، أودعتك الله السميع العليم، والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السماع تأكل من لحمي تقل في داعة الله يا جسد حام الضعين. جابوا مطايان العدا وقوة مشينا في داعة الله يا ذبيح محتضب ما عنك يا نور العين، سافرت بيتامة يا مقطع الأوصال لو يحصل على هوى، ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة، ودعتك الله ناقتي عجفة وهزيل، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويل، يا حجاب صوني ناقتي عجفة وهزيل، ما حد بقى منكم يا عقلين التجيل، بس العليل فوق ناقة مقيدين، فداعة الله يا ذبيح ظل عريا، يا ريت خلوا لك يا خو يا ثيابك اجفى، شال الضعن عنكم وال الحرام وجع، كل ما سمع طفلتي وين يدير عينه، ثم أدارت بطرفها إلى بقية الجثث الملقاة على الغبرة، أخذت تنادي فداعة الله يا عرايا بحر الشمو، صرعوا عليكم يا أخوتي خيل العدد، أنا أبقى وياكم لو أسافر واتبع الروح، بيتامكم شمر الخنا ساق الضعين، أحمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات يا الله، أسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. جماعتنا الحاضرين بالأخص المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم بأحسن قبولك، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين بالأخص الجرحى والمصابين، اللهم فك قيد الأسرى والمسجونين وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ارجع كل غريب إلى وطنه سالما، عجل اللهم فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان
وإلى أرواحهم. وقبل ذلك لا بأس نقرأ دعاء الفرج في مثل هذه الليلة لتعجيل فرج إمام الزمان سلام الله عليه. بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى موت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان إلى أرواح العلماء والشهداء نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلوات.